تعد جماعة المعاشات بإقليم أسفي من بين المناطق التي تعرف بتواجد الخنزير البري، مما يفاقم معاناة المزارعين بالمنطقة بفعل تأثيره السلبي على المحاصيل الزراعية. على ضفاف وادي تنسيفت وبين خميس ولاد الحاج والصويرية القديمة، حيث قام سكان المنطقة بتقديم شكاية بخصوص الموضوع بعدما تكبدت محاصيلهم الزراعية خسائر كبيرة. وبتنسيق بين مندوبية المياه والغابات والسلطات المحلية والدرك الملكي، تمت عملية الإحاشة اليوم السبت بمشاركة رئيس المجلس الجماعي مبارك سباعي بصفته رئيس رابطة القناصين بأسفي، ونجله النائب البرلماني عادل السباعي وعدد من القناص المحترفين في قنص الخنزير. ومن أجل مرور هذه العملية بسلام اتخذت جميع الإجراءات الضرورية، حيث ينقسم القناص إلى مجموعات وتتمركز كل مجموعة في نقطة محددة شريطة ارتداء السترات الكاشفة. يلعب شباب المنطقة دور الحياحة، حيث أنهم يطوفون بين الأدغال لإصدار الضجيج ويحملون قنينات مملوءة بالأحجار، يقومون بتحريكها لإصدار أصوات تجعل حيوان الخنزير البري يخرج من مكانه للبحث عن مكان آمن ليكون في مرمى القناصة. يذكر أن عملية إحاشة الخنزير البري تتم وفق إجراءات السلام المعمول بها وبحضور عناصر الدرك الملكي وأعوان المندوبية السامية للمياه والغابات والسلطات المحلية. وتأتي هذه العملية بعد تكبد الفلاحين بالمنطقة خسائر كبيرة، بالإضافة إلى الخطر الكبير الذي يشكله على مستعملي الطريق. اللي درنا ديال الخنزير بالنسبه اليوم كانت بناء عن شكايه من طرف الساكنه ديال جماعه المعاشات، وسيد رئيس الجامعه هو تكلف شخصيا بوضع الشكايه باداره المياه والغابات، وتم تطوع ديال واحد العدد ديال القناصه اللي شاركوا في محاربه هذا الخنزير، لان في هذا الوقت هذا كتكون الاراضي الفلاحيه بها المحصول الزراعي، وكيتم هنا الخنزير كيخلق واحد مشاكل كثيره للفلاحه. لهذا الجمعيات كيكونوا رهن الاشاره من اجل تنظيم الاحاشات ديال هذا الخنزير. وفي هذا الاطار كاين تنسيق ما بين اداره المياه والغابات وجمعيات القنص والدرك الملكي والسلطات المحليه، والحمد لله التنظيم كان في المستوى، وكانت احاشه في المستوى الحمد لله، وكانت السلامه هي اولا وقبل كل شيء. كنوفروا حنا يكونوا قناصه محترفين، ويكون التباعد ما بين القناصه، ويكونوا لابسين واحد البدله اللي كتكون مبينه القناص باش يشوفوا صاحبه، وكتكون داك الرمايه ديال الخنزير كتكون في واحد الاتجاه محدود، في واحد لونغل اللي كيكون محدود، وكتكون توجيهات في البدايه من طرف الرئيس ولا المسير ولا المدير، كتكون توجيهات باش تكون سلامه، لان الخراطيش اللي كتضرب بهم الخنزير ماشي هما الخراطيش اللي كتضرب بهم الطرائد اخرى. بالنسبه للدور ديال الحياحه في هذه العمليه، هما الا ما كانوش الحياحه الخنزير ما يخرجش. كيفاش كتتم عملية التحياح؟ عملية التحياح كتتم بالتنسيق مع مجموعة ديال الحياحة، كل مجموعة كيكون عندها واحد رئيس ديالها، مثلا إلا كانت 50 أو 60 كيكون واحد مترأس 10 ديال المجموعات، وكيكون التركيز بيناتهم، وكيكون واحد التنسيق ما بين المنسق ديال الجمعية اللي كينظم الإحاشة مع الحياحة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أنا من سكان جامعة المعاشات، وكنمثل المواطن في هذه المنطقة. هذه المشكل ديال الخنزير يعني الناس كتعاني منه بزاف، لان الناس فلاحه ولاو كيعانوا لان كيزرعوا هادشي ديال الذره والفلاحه العصريه، وملي كيوجدوا ملي كتوجد الفلاحه كيجي الخنزير كيخسر لهم داكشي، يعني كيفشل العمل اللي كدير الناس ديال الفلاحه. واللي كنطلبوا من الناس ديال المسؤولين على حسب هاد المياه والغابات باش خصهم يساندوا هاد المواطنين ويحاربوا هاد الخنزير اللي هو شكل خطوره على هاد الناس اللي هما فلاحه، وكيفشل العمل ديالهم اليومي
لان الناس معتمدين على الفلاحه في هذه المنطقه، ولكن المشكل اللي كيعانوا منه هو ملي كتوجد الفلاحه كيجي هذا الخنزير اللي كيخرب لهم هذه المنطقه اللي هي فلاحيه. دابا كاين تنسيق ما بين الجماعه مع الناس ديال المياه والغابات والساكنه، ودرنا واحد الشكايه هاد اليامات على حساب باش هاد الخنزير ينقص، بغينا يحيد من هاد المنطقه، ولكن مع الاسف كنلقاو لو عرف في الغابه وداك الشيء، هذا هو اللي خلى اليوم الناس تعبوا بزاف، والخنزير داك الشيء اللي خرج ماشي بزاف اللي كان طالبه هو يكون واحد ترانشي داخل الغابات. الترانشي هاد الطريق هذه كتكون غادي يسهل الماموريه ديال باش هاد الخنزير يموت. واللي كنطلبوا كنطلبوا من الناس المسؤولين على الفلاحه، وزاره الفلاحه والصيد البحري، باش يكونوا دائما في جانب الفلاح، لان سبب الهجره من العالم القروي للمدينه هو بزاف ديال العوامل، بزاف ديال العوامل، كاين الخنزير، كاين الكلاب الضاله، كاين يعني سميتو بزاف ديال الحوايج اللي كيعاني منها الفلاح، اللي كنطالبوا من الناس المسؤولين باش يساندوا الفلاح في هذه المعاناه ديالو. ويعزى تكاثر الخنزير البري بجماعة المعاشات بالأساس إلى غياب الحيوانات التي تفترسها، مما يحدث اختلالات في التوازنات الإيكولوجية، ومن شأنه أن يشكل خطرا على المزروعات المجاورة للأماكن التي يتواجد بها هذا الحيوان، مما يجعل عملية الإحاشة الحل المناسب لهذا المشكل، مع ضرورة الالتزام بالتعليمات والتوجيهات المنظمة لهذه العملية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونوا معنا في لاشين يوتيوب، وبارتاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.